تسأل أيضا هل هناك حالات خاصة يكون فيه خروج المرأة أفضل، أم توجهون إلى شيء معين جزاكم الله خيرا، كأن تخرج إلى زيارة أو إلى السوق أو ما أشبه ذلك؟ الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، لأنه أحفظ لها وأبعد لها عن الفتنة، ولأجل أن تقوم بتربية أولادها وأعمال بيتها، هذا هو الأصل للمرأة. قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن في البيوت من القرار وهو البقاء عدم الخروج. فإذا كان هذا خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن من باب أولى، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين. وإذا دعت الحاجة إلى خروجها للعمل النزيه الذي ليس فيه اختلاط ولا فتنة فلا بأس بقدر الحاجة، أو دعت الحاجة إلى خروجها لزيارة جارتها أو قريبة لها مع التستر والصيانة، أو كانت تستوحش في بيتها تخرج إلى جاراتها وتجلس معهن فلا مانع من ذلك مع التستر والصيانة، أو كانت تطلب الرزق ليس لها عائل يعولها وتخرج تطلب الرزق من الوجوه الشريفة والمعتزلة عن الرجال وعن الفتنة فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، أو تخرج للصلاة في المسجد على صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات يعني غير متجملات ولا متطيبات ولا متبرجات، خرجن تفلات بثياب عادية لا تجلب الأنظار وثياب ساترة غير فاتنة. الحاصل أن الأصل بقاء المرأة في بيتها، لأن هذا أصل لها وأحفظ. إذا احتاجت إلى الخروج خرجت بحدود الحاجة فقط مع التستر والصيانة والتحفظ. نعم.